يوم عرفة بخصوصه وهو اليوم التاسع من هذه الأيام، فإن فيه فضلا عظيما. فقد أخرج مسلم وغيره من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية. وكذلك في لفظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله تعالى في صيام يوم عرفة أن يكفر ذنوب سنتين. فهذا فضل عظيم، يصوم الإنسان يوما واحدا ابتغاء مرضات الله فيكفر الله به ذنوب سنتين. وهذا أيضا دليل على أنه إذا وفق له فسيعمر السنة القادمة، والناس يحبون طول العمر، وأفضل ذلك ما كان الإنسان فيه مغفورا له. فهذا فضل عظيم ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون.